بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على رسول الله. معاكم سيف عبد الله المزروعي، إمارات الجنسية، من إمارة الفجيرة، من قرية سكمكم. أنا ولد فاطمة عبد الله سعيد اليماحي من إمارة الفجيرة. أولا أشكر الحكومة الرشيدة على إتاحة سبل العلاج والتواصل العلاج لجميع طبقات المجتمع، والحمد لله لك يا رب، من القيادة من شيخنا الشيخ خليفة إلى أصغر شيخ، الله يطول بأعمارهم والله يرحم الشيخ زايد. وبخصوص الوالدة، كانت في البيت موجودة وعانت من مشكلة في صدرها، ومن عقب الحمى زادت عندها الحمى فترة 3-4 أيام، وانتقلنا من مستشفى في الفجيرة إلى مستشفى دبي، وقعدنا تقريبا فترة 23 يوم. من بعد 23 يوم الحالة تتحسن، ولكن مش ولا بد كانت، واضطرينا أن ننقلها إلى مستشفى كليفلاند بوظبي، وقعدنا فترة تقريبا فترة 1.5 شهر، والحمد لله تحسن الفيروس. كان عندها فيروس الـ H1N1، والحمد لله راح الفيروس، وكانت فيها الفشل كلوي مؤقت، والحمد لله سيطروا عليه. ومن عقب الحمد لله الحكومة الله يطول عمارهم سمحونا أنني مصحة أمانة، وجينا مصحة أمانة، وكانت الوالدة لسه في وضع تأهيل، ما قادرة تتكلم، ما قادرة تتنفس عدل، الأمور الحركية أبدا تقريبا، حتى إيدها ما كانت تتحرك، وكانت على بفتحة تنفسية. والحمد لله تطورت المرحلة، والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، والدكاترة الموجودين هني في أمانة جزاهم الله الخير، وبالجميع من ممرض إلى دكتور إلى كل حد جزاهم الله ألف خير، قدروا يوصلوا الوالدة من مرحلة أنها كان على بيب وتنفس رئة صناعية، لغاية أنها الآن الحمد لله يا رب بطل البيب، وإن شاء الله أن نذهب للبيت، والأمور الحمد لله على كل حال، وشكرا جزيلا للجميع.